تحمل كرمال. خلاص تمام. طيب بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل في قصص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انطلاقا من قول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذه القصص، سواء كان قصص القرآن أو القصص النبوي، نتفقه في معانيها ونأخذ منها العظات والعبر التي تنفعنا في حياتنا وفي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنا اليوم قصة من أروع وأجمل القصص التي قصها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصة موسى والخضر التي حكاها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف زيادات وأضاف معاني وبيّن بعض الأشياء الغامضة التي في هذه القصة التي في سورة الكهف. وحقيقة اللي خلاني يعني أختار القصة دي اليوم هو يعني إن أخونا تامر بعت من كم يوم على الجروب قال عايزين إيه؟ عايزين صفات العالم اللي يؤخذ منه العلم. فقلت وإحنا ماشيين في قصة الرسول نختار القصة التي تلامس العلم، وهي أول رحلة في العالم أو أول رحلة في الكون في طلب العلم الشرعي، هي رحلة موسى إلى الخضر. طيب تعالوا بنا نسمع القصة ونتعرف على الأشياء التي فيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ده رحمه الله ده كان سيد من سادات التابعين، يعني من كبار التابعين. قال: إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما في بيته، كانوا جالسين مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البيت، وده كان هدي الصحابة وهدي التابعين، بيجلسوا مع بعض في بيت واحد منهم، بيتناقشوا في العلم وبيتكلموا وبيتناقشوا في أمور الدنيا. فده كان حياة المؤمنين وحياة الصالحين من قبلنا، يعني لا سيما لما يكون واحد من كبار رجال العلم حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فكانوا جالسين عنده في البيت، فقال: سلوني. وده كان هدي العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، اللي عنده علم يجلس بين أصحابه ويقول اللي عنده سؤال اتفضل سلوني. قلت، يعني سعيد بن جبير قال: قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص. الرجل القاص زمان، القاص ده اللي هو الواعظ في زماننا ده الوقت، كان بيسموه زمان القاص اللي هو الرجل الواعظ، يقعد يقص القصص ويجيب الروايات ويوعظ الناس، اسمه قاص غير الفقهاء. قال: بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، وهو نوف البكالي، اسمه نوف البكالي. قال: يزعم أن موسى صاحب الخضر. الصوت واضح يا جماعة؟ واضح. خش كمل مالكش دعوة انت بينا. يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. طبعا مقصود هنا، مقصود ابن عباس مش الدعاء عليه، لا، المقصود هنا المبالغة في رادع الرجل وزجره، وليس المراد أن ينفي عنه ولاية الله وأنه عدو الله فعلا. فقال: كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ يعني موسى عليه السلام قام خطيبا واعظا في قومه في بني إسرائيل، وفي رواية أنه موسى عليه السلام وعظ موعظة أفاضت العيون ووجدت ورقت القلوب، فلما ولى، يعني لما خلص موعظة، أدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، فعتب الله عليه، وفي رواية فقال: أنا.
يعني ما في حد أعلم من أهل الأرض مني. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين. مجمع البحرين يعني قال أهل العلم هو منطقة التقاء بحرين، بس فين مكانه بالضبط ما أحد يعلم، هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به، يعني كيف أذهب إليه وأتعلم منه؟ قال تأخذ معك حوتا، وفي رواية تأخذ معك نونا. الحوت هو النون، هو السمكة صاحب، ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، النون اللي هي السمكة خلاص، النون هي الحوت هي السمكة. قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. المكتل اللي هو اسمه الزنبيل، أو الإناء، عارفين القف القفة، القفة مودنين. أيوة يا عم كلنا فلاحين، خش. الله المستعان. هي المكتل دي القفة. شيف أنا مش فلاح. أنت فلاح أصلي يا أخويا، كلهم فلاحين يا عم، غلط. الله المستعان. تتكلم ناس من بندر، احنا كلنا يعني جايين من ايه؟ قال فأخذ حوتا، قال فخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، اللي هي زي ما قلنا القفة اللي هي ودنين. فحيثما فقدت الحوت فثم فهو ثم. عندما تفتقد السمكة، لما السمكة تطلع من القفة دي وتمشي برا المكتل ده فهو ثم، هتلاقيه هناك. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. يوشع بن نون ده كان تلميذ موسى عليه السلام، اللي هو بعد كده خلفه في بني إسرائيل لما مات موسى عليه السلام في زمن التيه، في 40 سنة اللي ربنا ضربهم، 40 سنة اللي هم فترة التيه ربنا ضربها على بني إسرائيل عقوبة لهم لما أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة. فمات موسى وهارون كلاهما في هذه الفترة، فبقي يوشع بن نون كان أصغر من موسى، فخلفه في بني إسرائيل، ففتح الله عليه بعد أن حبس له الشمس ودخلوا القرية المقدسة خلاص. وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فناما خلاص، واضطرب الحوت في المكتل. يعني الحوت بدأ يتحرك، لأن الحوت السمكة دي كانت ميتة، لم تكن حية، كانت ميتة، فأحياها الله سبحانه وتعالى ونفخ فيها الروح وأحياها الله. ثم اضطربت في المكتل فخرجت من المكتل، يعني نطت في البحر، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا أي يعني جعل عليها مثل الطاق، يعني حاجة زي القوس كده، لما يكون عندك بني حاجة كده مقوسة يسموها الأرش دي، نفس الكلام بس في البحر. ربنا سبحانه وتعالى أمسك عن السمكة دي جريان المية وأصبح عليها مثل القوس كده من فوقها، تمام؟ وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه، يعني يوشع بن نون، أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، مش يوم كامل، في اليوم الثاني بقى، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا من هذا السفر. فهم في اليوم الثاني سبحان الله، لأن ربنا أراد إن يعرفهم الطريق بتاع الخضر، في اليوم الثاني لما جم يمشوا لقيوا هذا النصب، يعني هذا التعب، غير اليوم اللي قبله كانوا ماشيين بسلاسة وبسهولة وبسرعة. لما فقدوا السمكة ونطت في البحر قال موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. سبحان الله، ربنا خلاه يحس بالتعب وخلى الطريق فيه مشقة عن اليوم اللي قبله. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني تعال نرجع للصخرة،
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. يعني كان السمكة أو الحوت يعني لما نزل في البحر اتخذ سبيله في البحر سربا، وكان هذا الأمر لموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. هو ده اللي احنا عايزينه، ده المكان اللي احنا عايزينه، ربنا أمرني به. فرجعوا قال رجعا يقصان آثارهما، يعني يتتبعان الآثار لحد ما يوصلوا إلى الصخرة اللي إيه اللي وقع منها الحوت، يعني السمكة وقعت منها في البحر، حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا، يعني رجل كان جالسا وعليه ثوب مسجى، يعني متغطي به من رأسه إلى قدميه، وكان في بعض الروايات طرف تحت ردائه والطرف الآخر على رأسه. فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام، يعني هل هذه أرض يكون فيها سلام؟ فقال أهل العلم يبدو أن الأرض التي كان فيها الخضر كانت أرض كفر محض، كانت كل أهلها كافرة بحت، محدش بيلقي السلام على حد. فقال له يعني استعجب الخضر منه وأنى بأرضك السلام، وحد بيلقي السلام في البلد دي؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، هو أنت موسى بتاع بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. فسبحان الله، قال له أنت عندك علم ربنا علمك إياه، أنا ما أقدرش أتعلمه، وأنا عندي علم ربنا علمهوني، هو مش عندك وما تقدرش تعلمه. سبحان الله، ربنا وزع الطاقات بين العباد. وهنعرف إن شاء الله هل الخضر ده رجل صالح ولا كان نبيا من الأنبياء يوحى إليه. قال له موسى لتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أخذ عليه العهد، يعني أخذ موسى على نفسه العهد والميثاق إنه هيصبر معاه عشان يتعلم. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لو هتيجي معايا ما تتكلمش خالص ولا تسأل عن أي حاجة لحد ما أنا أعلمك وأقول لك الإيه أنا بعمل كده ليه. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، وكان يريدان أن يذهبا إلى الساحل الآخر، تمام؟ فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر، يعني اللي كانوا في السفينة عرفوا الخضر، فحملوهم بغير نول، يعني من غير أجرة، مجانا. فلما ركب في السفينة لم يفجأ يعني موسى إلا والخضر قد طلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، كان معه حاجة زي الفاس كده، وقام خلع لوح من ألواح السفينة، خلاص. فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمر منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. معلش سامحني، أنا شفت حاجة ما أقدرش أصبر عليها. ودي كانت طبيعة موسى عليه السلام، أنه جبل على أنه ينكر المنكر وما يقدرش يستحمل، تمام؟ وفي أمر آخر أن موسى عليه السلام أصلا كان بطبيعته قائدا في قومه، لأنه كان نبيا يوحى إليه ورسولا، فكان كلمته مطاعة، فكان يعني بطبيعته كقائد لابد أن يوجه ولا يصبر أنه يشوف منكر ولا ينكره، خلاص. فأخذ العهد على نفسه مع الخضر، قال خلاص لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، سامحني يعني عديها المرة دي. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا، نسي موسى
قال وجاء عصفور توقع في على حرف السفينة، خلاص ركبوا السفينة مع الناس اللي موسى خرقها ومشي بيهم في البحر. فهم ماشيين جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، عارفين حرف العصفور يعني بقه صغير، فلما ينقر نقرة في البحر هتاخد ايه؟ نقطة أصلا يعني لا تذكر. فقال له الخضر ما علمي، ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. ثم خرج خلاص وصل الساحل الآخر أو الشط الآخر، ثم خرج من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. وفي بعض الروايات أنه أخذه وذبحه بالسكين، فلو جمعنا بين الروايتين أنه أخذه وأضجعه على الأرض فذبحه بالسكين وأخذ رأسه فاقتلعه، فقتل إيه الخضر الغلام. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمر برضو منكرا نكرا عظيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وهذه أشد من الأولى. فهنا موسى عليه السلام عرف إنه مش هيقدر يكمل الطريق مع الخضر، لأن الخضر بيعمل حاجات أي نعم هي من وحي الله سبحانه وتعالى، وموسى عايز يتعلم بس مش قادر يصبر على المنكرات اللي بيشوفها. فخلاص قرر إن آخر مرة وآخر فرصة هيديها له الخضر، وبعدها خلاص مش هيمشي معاه تاني. قال له اديني فرصة أخيرة بس، فرصة ثالثة همشي معاك وبعد كده إيه هفرقك يعني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، خلاص كده إيه أنت عملت اللي عليك وعندك عذرك يعني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، دخلوا على قرية بخيلة، يعني بخيل أهلها بخلاء. فلما دخلوا استطعما، طلبوا الطعام، ضيوف جايين يضيفوا عندكم وناس غريبة جاية تضيف عندكم، فأبوا أن يضيفوهما، رفضوا. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار كان مايل وكان هيقع. فقام الخضر فأقامه بيده، فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني على يعني خد قدام الجدار اللي انت عدلته ده خد اي اكل او اي حاجه، احنا مسافرين بقالنا مده طويله يعني. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، ودي كانت خلاص من موسى اخر مره كما وعد الخضر. وهنا عرف الخضر ان موسى مش هيستحمل معاه، قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. شوف رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة من العلم، كما قال الله له وقل رب زدني علما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشتهي أن موسى لو صبر لكي نتعلم من خبرهم. خلاص. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. والقراءة دي قراءة ابن عباس دي طبعا الآن مش موجودة، يعني لا تقرأ بها في أي قراءة من القراءات، ولكن بيسموها أهل الأصول قراءة شاذة. قراءة شاذة يعني لا يقرأ بها في الصلاة ولا يقرأ بها القرآن تعبدا، إنما بنأخذ منها أحكام في التفسير عند أهل التفسير وأحكام فقهية عند الفقهاء، زي ابن مسعود رضي الله عنهما لما عنده قراءة في الكفارة في الصيام قال فصيام ثلاثة أيام متتاليات أو متتابعات. دي مش موجودة في القرآن ومش موجودة في ولا قراءة من القراءات المتواترة العشر، ولكن أخذ منها الإمام أحمد بن حنبل وغيره
رحم الله الجميع أن في الكفارة يصوم الإنسان 3 أيام متتاليات ولا يفرق بينهما لقراءة ابن مسعود. وهنا قراءة ابن عباس وضحت وفسرت لنا الآية وكان وراءهم يعني أمامهم. ف كما قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائه عذاب غليظ يعني عذاب شديد عذاب غليظ في سورة إبراهيم أي من أمامه يعني ينتظره عذاب للكفار والعياذ بالله والمجرمين والظالمين. وهنا وكان أمامهم يعني كان وكان وراءهم ملك يعني كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة. ابن عباس قال صالحة طبعا مش موجودة في القرآن زي ما قلنا ولكن فسرها ابن عباس قال سفينة صالحة غصبة. فعشان كده الخضر أم شال لوح من ألواح السفينة فخرقها يعني بوظها ليه؟ عشان الملك ده لو شاف السفينة صالحة وسفينة كويسة هياخدها والناس دي مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة فلما لما يشوف بها العيب ده هيعرض عنها مش هيعوزها خلاص فيقوم يأخذ السفينة بعد كده يصلحوا العيب اللي فيها ده وينتفع به خلاص. وكان ابن عباس أيضا يقرأ وأما الغلام فكان كافرا دي مش موجودة برضو في ورق قراءة من القراءات المتواترة العشر ولكن ابن عباس هنا بيقرأ قراءة ما عادتش موجودة ولكن إحنا بناخد منها أحكام تفسيرية زي ما قلنا إن الغلام اللي قتل الخضر كان كافر كان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا يعني خشينا أن يحملهما حبهما إلى هذا الولد أن يتبعانه على كفره فعشان كده قتله إيه؟ قتله الخضر عليه السلام. طيب نيجي للفوائد اللي في الحديث والقصة هذه القصة الجميلة كما ذكرنا أنها أول قصة في طلب العلم وأول رحلة في طلب العلم من موسى عليه السلام للخضر. لو جئنا للفوائد من فوائد القصة دي وعبارها فضل الرحلة في طلب العلم فقد رحل موسى عليه السلام إلى من هو أعلم منه ولم يتكبر بل تواضع ولم يمنعه فضله ومكانته. تخيل أنت رسول مش أي رسول من أولي العزم من الرسل الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جميعا خلاص. موسى عليه السلام يعني مكانته مكانة عالية وهو من أولي العزم الرسل الخمسة ومع ذلك لم يمنعه فضله ومكانته أن يكون تابعا لهذا الرجل اللي هو الخضر عليه السلام. لماذا؟ طلبا للعلم. وثانيا مشروعية خدمة أهل العلم والفضل منين خدناها؟ خدناها من متابعة يوشع. يوشع بن نون كان يخدم موسى في رحلة السفر وكان كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. مشروعية إخبار الرجل عن تعبه ومعاناته. موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني واحد يقول أنا تعبان بس ما بتشكاش حتى لو كان من عبادة حتى لو كان في طاعة ممكن يخبر عن بعض الآلام عن مرضه عن معاناته ولكن ليس على سبيل التسخط والتشكي يجوز. ونأخذ أيضا من هذا الحديث أن الرفقة بالتابع والخادم مطلوب فقد نسي فتى موسى أن يخبره بإحياء الله للحوت. نسي يشع من نسي هم أصلا طالعين الرحلة دي كلها ليه؟ واخدين معهم الزاد والأكل والشرب وطالعين رحلة مجمع البحرين الله أعلم دي فين خلاص. وموسى كان في مصر طالعين رحلة طويلة وما كانش في طبعا وسائل المواصلات ولا الكلام ده كله الموجود دلوقتي ومع ذلك الهدف اللي رايح له موسى يعني لما فقد السمكة نسي يوشع بن نون يقول له ومشي يوم كامل يوم بليلة يوم كامل وان تاني يوم قال له لما قال له آتنا غداءنا افتكر ان هو ايه ان في سمكة نسيوها ووقعت في المية وموسى عليه السلام كان نايم. فمن رفق الأنبياء وورثة الأنبياء
ان هم يرفقوا بالتابع والخادم، فلم يعنفه، فلم يعنفه موسى ولم يؤنبه. كذلك من الفوائد، ليس كل ما يظن الإنسان أنه قادر على فعله يفعله. فموسى عليه السلام قال العبد الصالح ستجدني، الله عليه وآله وسلم أنه لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. في سورة الكهف أيضا قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيستحب لمن يقول أنه سيفعل ذلك أو شيء غدا أن يقول إن شاء الله. ومن المستفاد أيضا أن من أدب طالب العلم مع العالم أن يصبر عليه ويطيع أمره. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومن الفوائد أيضا أنه ضالة علم البشر في جانب علم الله، وقد قال العبد الصالح لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال وفوق كل ذي علم عليم، يعني كما قال لما قال موسى للرجل الذي سأله هل أحد أعلم منك من أهل الأرض، قال لا، أو قال أنا أعلم أهل الأرض. فالله سبحانه وتعالى قال وفوق كل ذي علم عليم. قد يخفى على العبد الحكمة من وراء جريان قدر الله في عباده، ثم يتبين له أن ما ظنه الإنسان شرا وبلاء إنما هو نعمة وخير، كما وقع لأصحاب السفينة. أصحاب السفينة لما موسى لما الخضر خرقها، يعني شال منها اللوح الخشب وخرقها، اللي يشوف الظاهر كده يظن أن السفينة هتغرق. حتى موسى عليه السلام لم يستطع أن يتملك نفسه فأنكر، ولكن هذا هو كان محض الخير، لأن السفينة لو كانت وصلت للملك الغاشم ده وهي سليمة وشافها هياخدها، ودول ناس مساكين هيقعدوا في هيروحوا الشارع خلاص، مش هيلاقوا حاجة ياكلوا يشربوا منها يعني. فالذي فعله الخضر هو محض الحكمة وعين الحكمة. وأيضا والدي الطفل الذي قتله الخضر، لو لم يكن الخضر قتلهما لكان فتنة لوالديه، لأنه كان كافرا ويحملهما حب الولد أنهم يتبعانه على الإيه؟ على الكفر. لذلك قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني يكونوا أحن على الولد الجديد ده من الإيه؟ من اللي قتلته، وأقرب رحمة يعني أحن على الولد الجديد ده من اللي قتلته. وفي بعض الروايات أن ربنا رزقهما بعد ذلك بجارية، يعني لم يرزقا بغلام، ربنا رزقهم ببنت يعني مش بولد. وقال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى لا تحسبوه شرا لكم في حديث الإفك، بل هو خير لكم. ومن الفوائد أيضا قد يهيئ الله للأبناء الخير بصلاح الآباء، فقد أقام العبد الصالح الجدار ليحفظ الكنز الذي تركه الأب الصالح لأولاده. وقال بعض أهل التفسير أنهم كانوا يعني كان الكنز ده وصل لسابع حفيد، يعني شوف صلاح الآباء يمتد إلى جيل بعد جيل بعد جيل من الأبناء بسبب صلاح الآباء. وأنت تلاقي كده في بعض العوائل لما يكون في جد صالح يمتد الصلاح ده إلى أجيال من الأبناء القادمة. لذلك ضرورة جدا نركز على صلاح الآباء قبل صلاح الأبناء، لأن لو صلح الأب بإذن الله تعالى يعني بنسبة كبيرة جدا بيكون صلاح للأبناء يعني، ويمتد صلاح الآباء ده يعني كما رأينا في هذه القصة إلى صلاح الآباء إلى جيل بعد جيل. فالكنز ربنا حفظ الكنز للأبناء أو للأحفاد لكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا. اللي هو الكنز بتاع الفراعنة اللي الناس بتلاقيه دلوقتي ولا غيره؟ لا الله أعلم بقى طبيعة الكنز إيه. المهم إنه كنز كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. يعني الله أعلم بقى طبيعة الكنز إيه. ربنا قال كنز، الله أعلم بقى يعني إيه نوع الكنز إيه؟ هل هو فلوس، هل هو ذهب، هل هو
طيب، ومن الفوائد برضو الأدب مع الله في نسبة الخير إليه، كما قال الخضر: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وأيضا التأدب مع الله في ترك نسبة الشر إليه، لما جه الولد، لما جه العبد الصالح وتكلم على السفينة فقال: فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، يعني الخضر نسب العيب إلى نفسه. وكذلك فتى موسى اللي هو يوشع بن نون، فنسب الإنساء إلى الشيطان، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان. فده تأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا جواز ارتكاب الأخف الضررين لتفويت أشدهما. فالخضر ارتكب أشد الضررين، فقد عاب العبد الصالح، يعني خضر السفينة ليسلم أصل السفينة ولإبقائها من قوة، ولو أبقاها من غير عيب لاستولى عليها الملك كما أخبرنا. ومن الفوائد أيضا إفساد بعض المال لإصلاح معظمه، فقد أفسد الخضر بعض السفينة ليسلم معظم السفينة. زي بالضبط تلاقي طبيب قرر إن يقطع إيد المريض، ليه؟ عشان ما ي... أو يقطع رجله عشان ما يسريش المرض ده في بقية جسده، اللي بيسموها الجنجرينا، لما مريض السكر ربنا عافينا وعافيكم يجيله اللي هي جنجرينا أو جنجرينا في الرجل أو غرغرينا في الرجل، يبقى نتيجة مرض السكري. فبيقرر الطبيب إنه يقطع عشان ما ينتشرش المرض ده في الجسم كله. نفس الكلام عندنا قاعدة في الشرع اسمها ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين عشان الضرر، عشان ندفع إيه الضرر الأكبر والأعظم. خلاص. ومن الفوائد أيضا مشروعية حمل الزاد في السفر، فقد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا ولو لم يكن يحملاني ولو لم يحملا معهما طعاما لما طلب منه إحضار الطعام. وقد زعم أقوام من هذه الأمة أن حمل الزاد في السفر، الزاد اللي هو الطعام والشراب وما يحتاج إليه المسافر، يعني في بعض الأقوام بعد الإسلام الصحابة والتابعين، يعني ناس جم فادعوا أن حمل الزاد في السفر خاصة أن هم طالعين الحج أن ده ينافي التوكل، وما أصابوا في دعواه. وده حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، جم الناس من اليمن ولم يكن معهم زاد، وقالوا: نحن متوكلين. فقال لهم عمر: بل أنتم المتواكلين. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خلاص، الله سبحانه وتعالى أمر بالتزود، قال: وتزودوا، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. فمشروعية حمل الزاد في السفر مشروع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما تعلمنا في هذه القصة. وأيضا مشروعية طلب القوت إذا لم يكن في البلد أماكن مخصصة لبيع الطعام. سافرت مكان مفيش أماكن لبيع الطعام، فموسى عليه السلام قال الخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني طعاما نأكله ونحن في بلد سفر. فيبدو أنهم إيه، ما كانش فيه طعام في البلد اللي هم فيها، فقال: بدل ما نلاقيش مكان نشتري منه أكل، فخلاص أنت أقمت الجدار، يعني تستحق أنك تاخد أجر. طيب، ومن الفوائد أيضا قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد، ودي مسائل يعني مسألة أصولية يعني ننبه عليها سريعا. خبر الواحد اللي هو ما لم يبلغ حد التواتر، يعني إيه؟ يعني واحد جه بخبر أو اثنين أو ثلاثة جم بخبر، فبعض الناس قالوا: لا، إحنا الأخبار دي مش هنقبلها في العقيدة، وضلوا طبعا يعني انحرفوا، بدأوا يعني يألفوا في الأسماء والصفات ويبتعدوا عن منهج الحق، يعني لأن قالوا: لو ما بلغش الخبر حد التواتر، يعني رواه أمة كبيرة ومجموعة كبيرة من الناس، لا يستطيع، لا يعني محال أن يجتمعوا على كذب، مش هنقبله، خاصة في باب العقيدة. طبعا بذلك ردوا أحاديث كتير جدا، بل معظم الدين أصلا من أحاديث الأحاد، فردوا معظم أحاديث الأحاد، فردوا معظم العقيدة.
فوقعوا في ايه؟ وقعوا في ضلال بقى، بداوا يالفوا بقى ويخشوا في ضلال. فده الحديث اللي معانا ده من الدلائل على ان احاديث الاحاد حجه في العقيده وتقبل. ليه؟ لان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قبل حديث ابي بن كعب، هو اللي شهده اصلا، هو اللي شهده، قال له يعني، لان في روايه ثانيه ان هو تنازع عبد الله بن عباس مع الحر بن قيس بن حصن الفزاري، فواحد واحد يعني يبدو انهم التابعين، فتنازعوا في قصه موسى والخضر، فقالوا نروح لمين؟ نروح لأبي بن كعب. قال له عندك علم؟ قال له حدثني رسول الله او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايه، وقال الحديث اللي احنا سمعناه. فقبل ابي بن عبد الله بن عباس قبل الحديث من ابي بن كعب هو واحد، وكذلك تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم، عبد الله سعيد بن جبير اللي كانوا معاه، قبلوا حديث من عبد الله بن عباس هو واحد بس. واخبار الانبياء من مسائل الاعتقاد، كل اخبار الانبياء دي قاعده من مسائل الاعتقاد عندنا خلاص. فاي حد يقول لك لا يا عم ده خبر احد احنا مش هنخبر، تسمعها من بعض الناس اللي تقعد تالف في الاعتقاد او في الاحكام الشرعيه، معظم الدين عندنا من قبيل خبر الاحاد، يعني لم يشترط ان يبلغ مبلغ التواتر ان على كبير يرويه، لا، يكفي ان يتوفر فيه شروط العداله والضبط يعني. ودي مساله اصوليه يعني، كانت فائده كده زي ما بيقولوا على الماشي يعني. طيب في سؤال بقى، هل الخضر عايش الى الان ام مات؟ هل هو حي الى الان ام مات؟ الجواب لا صحه لقول من ادعى ان الخضر حي حتى يومنا هذا، وهو قول لا دليل عليه، ولو كان حيا لجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه، وقد بين العلماء الاعلام كابن القيم وابن كثير وابن الجوزي ان الاحاديث المخبره بحياته يعني الى الان غير صحيحه، وقد اكثر بعض المؤلفين من ذكر الحكايات التي تدل على حياته، وهي حكايات كلها زي ما بيقولوا ايه، فض مجالس، حكايات لا تقوم بها حجه. بل خد بقى الحديث ده اللي يعد اكبر حجه على هؤلاء، اورد البخاري في صحيحه في باب اسمه السمر في العلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس، يعني شوف الليلة اللي انتوا فيها دي، ابدأوا احسبوا، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال أهل العلم، وهذا الحديث يؤخذ منه ثبوت موت الخضر عليه السلام. خلاص، فده من أقوى الأدلة على أن الخضر ميت وليس حي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرف الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة لنادي ليلة الجمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وأخيرا، عدم الاستعجال في الإنكار على العلماء، ودي بصراحة بلوى ابتلينا بها في هذا الزمان. تلاقي واحد يعني لا علاقة له بالعلم، تمام، وتلاقيه يبدأ ينكر على العالم حتى من قبل أن يعرف وجهة نظر العالم، ومن قبل أن يسمع رأيه أصلا، المهم أنه يعترض عشان الكلمة اللي قالها العالم ده مش داخلة دماغه، أو الرأي اللي قاله مش على هواه، شايف أنه هو ده مش صح، والصح أنه اللي في وجهة نظره هو. أيوة، هو أن هو كيفي كده، أنا كيفي كده، بقى هتقول له لا؟ واحد يقول لك انا كيف كده، تقول له لا يعني؟ لا، بنقول له خلاص خليك انت بقى على كيفك، ما تجيش تحط العلماء في خانه اللي تعجبك، ووقت ما تعجبكش تطلعهم منها يعني، ماشي؟ ما هم مين؟ طيب مين؟ ما احنا اتكلمنا دلوقتي، مين هم العلماء اللي المفروض بقى يعني، احنا مش عايزين اسماء، مش هنقول اسماء، تمام؟ بس مثلا يعني اجي اسمع لعبد المنعم وقول ده بيقول لي قال الله وقال الرسول مثلا،
طيب خلينا بس نخلص النقطة الأخيرة دي. هات النقطة الأخيرة. عدم الاستعجال في الإنكار على العلماء تمام وعلى أهل العلم والصلاح عموما حتى يستعلم منهم وجهة نظرهم فيما قاموا به تمام. لأنك أنت مهما يعني مهما كنت لو أنت عالم زيه في نفس المستوى بتاعه انكر عليه، لكن انت ما تجيش لواحد هو اعلم منك واستبقك بسنين في العلم والراجل يعني مشهود له بالعلم والفضل في الامه وتيجي انت النهارده تعترض عليه عشان رايه مش عاجبك تمام. ومش كده بس، انت ما انت جربت تتكلم يعني معاه وتساله ايه وجهه نظرك دي قلتها ليه؟ جربت ان لو سالته كده يقول لك لا والله ده هو بس عشان بيقول كذا. طب ما هو بيقول كذا مش شرط انه بيقول كذا يبقى انت مش فاهم الدين كله من كل النواحي، انت فاهم جزء من الدين هو يعني عنده قواعد وعنده اصول ماشي عليها هي مش عندك انت بتعرفهاش، فلازم تستفهم منه الاول. يعني الشيخ احد المشايخ اللي اعترض عليه فتره اخيره الشيخ محمد الحسان، يعني كلنا عارفين الناس نزلت في انتقاد ونزلت حط عليه حط يعني الله المستعان، والراجل كان بيقول دايما ليه كلمه يعني لا تسمعوا عنا بل اسمعوا منا، ما تسمعش عن فلان قال، اسمع منه هو قال ولا لا، لو قال تعالى كلمه قول له انت قلت كده ليه ويعرفك قال كده ليه، اقتنعت اقتنعت ما اقتنعتش خلاص ده امر رجالك، لكن ما تجيش تعترض عليه وانت مجرد سماع عن فلان قال. طب اسمع منه هو الاول بعد كده كلمه وجهه قول له انت قلت كده ليه ويفهمك بقى وجهه النظر الصحيحه. فمن هنا من القصص دي بناخد بقى الفوائد دي، ما نستعجلش يا جماعه في الانكار على اهل العلم وعلى اهل الفضل. يعني اول حاجه نتثبت ونتبين ونحاول نتواصل معاه مع الشيخ ومع العالم انت قلت كده ليه ويبدا يفهمك وجهه نظره. طيب سؤال اخونا تامر قبل ما نختم، هو شوف هو بالنسبه للعالم الذي يسمع منه يعني هي قاعده حطوها العلماء من زمان. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان ليه كلمه وقال فيها ان العلم اعرف العلم تعرف اهلي، فان العلم لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون العلم. يعني انت لو عرفت العلم الصحيح، لو تعلمت دينك بشكل صحيح تمام، هتعرف اذا كان ده بيتكلم صح او بيتكلم غلط، او اذا كان كلامه يعني موافق للفعل بتاعه ولا مخالف. يعني انت عايز تعرف اذا كان عالم ده رباني ولا لا، شوفه هل هو يعني بيقول كلامه بيخالفه ولا بيفعل ما يقوله تمام. هو ده يعني العالم الرباني اللي تلاقيه بيعلم الناس كما قال ابن عباس صغار العلم قبل كباره، قال ابن عباس في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، خلاص يعني حريص على الأمة خايف عليهم بيعلمهم حتى أصغر الحاجات في الدين قبل ما يعلمهم الحاجات الكبيرة خلاص، وتلاقيه يعني بيفعل ما يقوله، يعني اللي بيقوله بيطبقه على نفسه الأول، لأن هو يعني عايز النجاة في الآخر، عايز ينجو مش عايز يتكلم بكلامه خلاص ورط نفسه ووقع نفسه يعني خلاص. وبعدين يعني زي ما قلت لك يعني العالم الرباني بيعرف من سمته ومن شكله ومن كلامه ومن أفعاله. يعني جزاك الله خير يا دكتور، الله يسعدك يا عم تامر. نام يا عم خلاص كده، نام يا عم الراجل، نام يا عم. طيب خلاص، طيب ان شاء الله. طيب احنا مش عايزين نطول عليكم يعني اكتر من كده، ونلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله تعالى ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.